السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم لهذا الفيديو الجديد على قناتكم بلومبي افريكا. اليوم الاخوان غادي نوريكم كيفاش غادي نخدموا هاد الطواليت هذا. اليوم غادي نشرح لكم كيفاش غادي نخدموا هاد الطواليت هذه، فيها لاشاس، فيها لافابو، فيها البيدي. غادي نوريكم كيفاش غادي نحطوهم بالعبارات باش يجي داكشي هو هذاك ويجي متناسق وما يجيش عاوتاني يكون باش ما لقاوش شي مشكل. ما تنساش دير لايك، دير تعليق وتبارطاجي الفيديو مع صحابك. يلا معانا. اول حاجه غادي نديروها الاخوان هي غادي ناخذوا القياسات ديالنا. هو الاول غادي ناخذوا العبارات ديال هاد الطواليت هادي، وديك الساعه نشوفوا كيف غادي نحطوا المسايا. كما قلت لكم هنايا عندنا غادي يكون لافابو في هاد البلاصه هادي، وكل البيدي هنايا، وغادي تكون الطواليت هنا. غادي نعبروا شحال كاين بعدا في الطواليت. هو الاول تقريبا 2 متر و26 سنتيم، 2 متر و26 سنتيم. غادي نقسموها على هاد ثلاثه هاد. المهم 2 متر و26 جاتنا الاخوان 75 وشويه. غادي نديروا 75 في كل بلاصه، غنديروا فيها 75 سنتيم. بعد ما درنا 75 سنتيم 75 سنتيم 75 سنتيم، غادي نخدموا دابا في اللاكس ديال هاد 75 سنتيم، فين غادي يجينا لافابو، البيدي ولاشاف. غادي ناخذ 75 سنتيم ونشوفوا شحال فيها. يعني كتاخذ 75 سنتيم الا ما كتعرفش الحساب، كتعرفش الحساب كتاخذ غير ديك 75 كدير ليها بحال ما كطلع على هاد البلاصه هادي كتلقاها 37 سنتيم ونص. كتاخذ مثلا هاد العبار 37 ونص جات هنا. غادي نمشيو لاخر، هو هادي بلاصه لافابو، غادي نديرو 35 ونص جاتنا هنا. يعني هذا هو اللاكس ديال لافابو فين غادي يركب، وهنا كذلك اللاكس ديال البيدي فين غادي يركب. غادي نديرو اللاكس ديال لاشاس فين غادي تركب. 35 سنتيم جات هنا هاته. يعني باش يبقى كل واحد يركب بنفس العبار، كتجي كتلقى بين هذا وهذا نفس العبار، باش يكون داكشي عاوتاني مشيك ومتيك 5 5. دابا الاخوان غادي نركبوا الجعاب ديال الماء، غادي نبرونشيو دابا الجعاب ديال الماء. والله المستعان، تبارك الله عليكم. تابعوا معايا الشرح ايضا. المهم دابا غادي ندوزوا الاخوان، ندوزوا الماء لهادشي كامل، وبعدها غادي ندوزوا ليها الواد الحر. اوكي بسم الله. واحد الفكره اللي باغيت نشير لها الاخوان من ناحيه هذا ديال السي بي في سي، يعني في الاول فاش كتكون مثلا يلاه كتبدا تخدم، كتبغي مثلا انك يلاه تبدا تكولي، في الاول كتكون الشتاء باقا جديده كتهز لك بزاف ديال الكولا. يعني الا ما رديتيش ليه البال فاش كتبدا تكولي مثلا بحال ما هاك، تتكولي الجعبه وتتكولي التي حتى هي. في حاله الا هزيتي بزاف ديال الكولا ولصقتيهم تقدر هنايا تسد، وهذا مشكل يقدر يدير لك واحد الكارثه. وافضل انك تنفخ، تنفخ صافي راه كيتحيد، سهله جدا انها تحيد. ما حد بقى شويه بقى ما كرمت، يعني سهله انها تحيد غير بواحد النفخه صغيره. والله المستعان. في حالة الا ما تيبغيش مثلا تشد الجعبة بلاصتها في الحيط، ما عليكم الا تجيبوا السلك وطاشيوه مع البريك صافي. يعني لاشاص الاخوان غادي نركبوا ليها تي وحده. علاش تي وحده وما غاديش نديروا جوج تيات باش تكون هذيك الدوشيت ولا الشطافه ولا كيفاش كيقولوا ليها شي وحدين. دابا كاينين روبينيات ايكير اللي كتلقى فيه ترواويت والاندومي اللي غتشد منه الترواويت كتشد به الكرسي ديال لاشاص، والاندومي تدير فيه ديال الدوشيت وتتعلقها. يعني ماشي ضروري انك دير جوج ودير جوج روبينيات ايكير. غندوزو دابا غادي ندوزو ديال البيدي هنايا، دوك التوات ديال البيدي ديال البرد وديال السخون. غادي نحفروا ليهم دابا فهاد البلاصه هادي فين جا اللاكس ديالو، يعني غادي نبعدوهم تقريبا بيناتهم تقريبا واحد 12 سنتيم صافي، ولا 10 سنتيم كافيين. المهم على حسب النوعيه اللي غادي تركب من بعد،
دابا تقدر تركب واحد العبار ويجيب لك مول الدار واحد العبار اخر، الا ما كنتيش مثلا شي واحد حريفي اللي غادي يسل كيفاش يدير باش يسلك راسو غادي توحل. دابا فهاد اللحظه هادي سالينا ديال البرد، يعني دوزنا الجعبه ديال البرد، غادي ندوزو دابا ديال السخون. السخون غيدوز غير لهذا البيدي ولا فابو فقط، لا شاس ما كيدوز ليها السخون بطبيعه الحال. بما ان هاد الشركه هادي عندها الجعب ديال البرد وديال السخون، يعني ما غاديش نكملو بهادي اللي فيها البي ان 20، غادي نجيبو البي ان 25. بي ان 25 هي ديال السخون كما كتشوفوا، هي هذه دابا باش غادي ندوزو السخونه الاخوان.